ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هحكي لكم قصة من اجمل القصص الرومانسية اللي ممكن تتابعها، روايتنا للكاتبة الجميلة سوما العربي. يلا بينا نتابعها مع بعض. وقبل ما نبدأ احب افكركم، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ولو عجبتك القصة ما تنسونيش بلايك فضلا وليس امرا. ويلا بينا نبدأ. فدخل قاسم القاعة وهو لسه ماسك جودي بشدة، ووراهم مها وعادل. واتكلم قاسم: ممكن افهم يا انسة مها ايه مشكلتك؟ هو حضرتك مش واخد بالك من اللي قلته من شوية ولا ايه؟ قلت ايه يا بنتي؟ حضرتك قلت قدام الصحافة والناس كلها ان جودي خطيبتك، ولما تتم ال 18 هتتجوزوا. ايوة، وفين المشكلة؟ المشكلة ان بنت خالتي مش لعبة في ايدك، دي امانة في رقبتي ليوم الدين، ومش هسيبها لك تتسلى بيها شوية عشان لقيتها هادية ومؤدبة، ومش هتيجي غير بحاجة رسمي قدام الناس. وعند الكلمة دي بصت له جودي بصدمة، وكأنها بتسأله إن كان الكلام ده صحيح. فاتملى وش قاسم بالغضب من مها اللي بتتكلم بكلام غير صحيح بالمرة، وزرع الشك في قلب حبيبته من ناحيته. فغمض عينيه وقبض على ايده بغضب وقال بحدة: يعني اعمل ايه اثبتلك بيه اني فعلا بحبها ومش بلعب بيها؟ بصت له وما لقتش جواب، فاتجه هو ناحية جودي وقال: جودي حبيبتي، انتي حاسة اني بضحك عليكي وبستغلك؟ بصت له بحيرة وجاوبت: بصراحة مش عارفة، بس انا خايفة، خايفة كلام مها يطلع صح. غمض عينيه بألم وبص لمها بغضب شديد: مها، من هنا ورايح جودي خطيبتي، خطيبة قاسم مهران، وطالما ملكيش اي طلبات تثبتلك بيها اني فعلا بحبها ومش بلعب بيها يبقى تسكتي خالص. خطيبتك ايه؟ انت فاكر انك لما تطلع للاعلام وتقول انها خطيبتي يبقى كده خلاص؟ هو انت فاكرة اني مش عارف كل حاجة عن حياتها؟ انت تفتكري اني ممكن اربط قلبي واسمي بحد من غير ما يكون عندي المعلومات الكافية عنه؟ بصت له جودي بمنتهى الحزن لانها ظنت انه بيعايرها، فتركت ايده وبعدت وسط حزن مها وعادل اللي كانوا بيشاهدوا بصمت ودهشة. لكن قاسم جذبها لحضنه مرة تانية ولكن بقوة وقال: حبيبتي انا ما اقصدش اي حاجة وحشة، ما حدش بيختار اهله، اوعي تفهميني غلط. بصت له جودي وكأنها بتدور عن الصدق في عينيه، فابتسمت ليه، وده اللي خلاه يتنفس من جديد. فاستدار لمها عشان ينهي الحوار: انسة مها، جودي بأمانتي، ما تقلقيش عليها. وسحب جودي معه وخرج بدون ما يديها اي فرصة للرد. فوقفت مها بتبصله وهو وماشي بذهول ودهشة من شدة تعجرفه وغروره اللي كان بيتكلم بيهم من شوية. فطلعها عادل من دوامة تفكيرها واتكلم بصدق في المرة دي: ما تقلقيش يا مها، شكله بيحبها بجد، ده صاحبي من زمان، عمره ما كان مستقتل على حد كده. بصت له بشك وما اقتنعتش بكلامه، فحس بيها وقال لها: مها بذمتك انت اصلا عمرك شفتي قاسم بيجري ورا واحده؟ هو فعلا زير نسا زي ما بيتقال عليه، مش هنكر، بس اي واحده فيهم هي اللي ساعت لي، هو عمره ما جري ورا واحده، لكن المره دي انا اول مره اشوفه ملهوف وغيران على حد اصلا، ده كان هيموت الواد يا مها. استغربت مها وسألت: واد مين؟ ايه ده انت ما تفرجتيش؟ ده كان بس مباشر يا بنتي، ما شاء الله الشركة كلها اتفرجت. ردت بغضب وهي بتجز على اسنانها: ما انا كنت بخلص الاوردرات الكتير قوي اللي حضرتك كنت طالبها. ضحك عادل بصوت عالي لانه عارف انه بقى دائم المشاكسة ليها، وعايز يستفزها ويجبرها على الوجود جنبه، ما يعرفش ان فرصته انتهت. وبنروح على مكتب قاسم
اللي دخل وهو ماسك جودي بتملك، فقد ايه كانت صغيرة وضئيلة جدا بالنسبة له، وده اللي كان بيصيره تجاهها اكتر. فقعد على الكنبة وقعدها جنبه واتنهد بتعب وهو مغمض عينيه، فقالت شكلك تعبان. فتح عينيه وبص لها بابتسامة وحب، معقول احس باي تعب وانت جنبي؟ جودي انت ممكن تكوني فعلا مش عارفة انت بالنسبة لي ايه، ممكن عشان لسه صغيرة، وممكن عشان يكون لسه في شوية شك فيا، بس انا فعلا عايزك انت وبس. بقيت شايف دنيتي معاكي قد ايه هي حلوة. جودي انا بحبك. ابتسمت جودي بخجل لانها مش عارفة ترد بايه، فاتكلم هو تاني. يعني مش عايزة تقولي حاجة وكمان بتخبي وشك عني؟ رفع وشها وهو بيبص لها بحب، وهي بتبص للأسفل من شدة خجلها وحمر وشها، فقرب منها وهو مغيب عايز يبوسها، فابتعدت عنه بخوف وقالت قاسم ايه اللي بتعمله ده؟ انتبه قاسم للي كان هيعمله، وانتبه على غضبها منه وشكوكها وكلام مها اللي هيرجع يدور في بالها من جديد، وقال بسرعة حبيبتي ما تخافيش بجد، غصب عني والله من حبي ليكي، اوعي تخافي مني. قاسم بص انا فعلا مش كده، وانت مش هتعرف تعمل معايا كده، فانا بقولك وفر على نفسك وما تتعبش نفسك معايا. جودي انا عارف انك مش كده وانا ما قصدتش، ما تخافيش مني. وقال بهدوء اسف يا حبيبتي، وعلى فكرة قاسم مهران عمره ما اعتذر لحد، دي كبيرة قوي على فكرة. ابتسمت له ولكن داخلها كتير من المخاوف، فحاول ينتشلها من بحر افكارها وقال جودي نعم يا قاسم. فغمض عينيه بسعادة جودي الله يخليكي بطلي تقولي اسمي كده. كده اللي هو ازاي؟ انتي قلتيه ازاي من شوية؟ قاسم. اهو شفتي الله يخليكي ارحميني، البني ادم ضعيف. فانفجرت جودي من الضحك وهو معها، ورجع اتكلم وقال لا نتكلم بجد بقى، انا عارف ان علاقتك بوالدك مش كويسة خالص، وتقريبا مش معتبرني موجود. انا مش قصد اضايقك، بس حبيت اسألك لو عايزاني اروح اخطبك رسمي منه ما عنديش اي مشكلة. لا هو ملوش اي علاقة بحياتي، ماما كانت هي كل اهلي، ومن بعدها خالته ومها، ودلوقتي ماليش حد في الدنيا دي كلها غير مها. قاسم بغضب وغيرة مها ايه؟ انت خلاص ملكيش غيري، قاسم وبس. قاسم انت بتغير من مها؟ ايوه بغير، ومن هنا ورايح. انت بنت قاسم مهران، انت سامعة؟ جودي وهي بتتجنب غضبه طيب اهدى. مفيش اهدى، انت بتاعت مين؟ جودي وهي مذهولة رددت كلامه قاسم مهران. طب يلا عشان نخرج نحتفل. قاسم انا لازم اروح السنتر، عندي درس كيمستري دلوقتي. اوف طيب يا ستي هروح اوصلك، بس انا ملحقتش اشبع منك. بجد يا قاسم عايزني معاك على طول؟ بجد يا روح قاسم، انتي بقيتي هوايا اللي بتنفسه. جودي اوعي تسيبيني، انا بحبك، لو سبتيني مش هقدر اكمل. وبعدين ضحك بسخرية وقال عمري ما قلت كده لحد، ولا حياتي كانت واقفة على حد، بس بجد انا دلوقتي بقيت روحي فيك. الله ايه الكلام الحلو ده. اول مرة شفتك فيها كنت خايفة منك قوي وقلت عليك. ابتسم لها باستغراب وقال قلتي عليا ايه؟ جودي وهي مش قادرة تبطل ضحك كنت مسمياك. قولي يا مصيبة قولي. مش قادرة. قولي قولي. كنت بقول عليك لمها الراجل الضخم. وهنا انفجر قاسم من الضحك لحد ما دمعت عينيه وقال يخرب عقلك يا جودي. أصلاً أنا أول مرة أشوف حد بالحجم ده،
والطول ده انت اللي صغننا. يا ده انا كان شكلي جنبك عامل زي البلية، زي ما اكون بنتك. طب ما انت فعلا بنتي وحبيبتي وخطيبتي وهتبقي مراتي. ابتسمت جودي بخجل فقال لها قاسم، طب تعالي اوريكي حاجة. بصت له باهتمام فطلع تليفونه وقام بفتحه على صورة ليه وليها وهم قريبين من بعض وكأنها في أحضانه وبتبصله مباشرة في عينيه. فاتفاجئت جودي جدا وقالت ازاي وامتى تصورنا الصور دي؟ انا مش فاكرة خالص اني تصورت معاك. بص يا ستي، في يوم كنت قاعد على نار مستنيكي توصلي الشركة وفضلت باصص من الشباك مستنيكي توصلي وشفتك وانتي نازلة وبعدين دخلتي على طول وانا كنت رايح جاي في مكتبي عايز اشوفك ومش عارف اعمل ايه. لقيت نفسي مش قادر اصبر وخرجت ورحت على مكتب معها، بس اول ما دخلت انبهرت لقيتك موجودة لوحدك وعمالة تتصوري سيلفي كتير ولقيت نفسي بقرب منك لا ارادي كده ورحت فاتح موبايلي على الكاميرا واول ما لمستك من ظهرك رحت التفتي ليا والصورة اتلقطت على كده. كانت جودي بتسمع له بذهول وقلب بيدق فقالت بلخبطة وعين متسعة من الصدمة، يعني انت انا كنت بوحشك وبتفكر فيا؟ ايوه عجبتيني من اول مرة شفتك فيها. كنت معترض اول ما عادل جه يستأذني عشان مها عايزة تجيب قريبتها هنا ساعتين عشان خايفة عليها، قلت ده مكان شغل مش حضانة. ما كنتش اعرف ان ربنا بعتك ليا عشان تحييني من جديد وتخلي لدنيتي طعم. اول مرة شفتك فيها قلبي دق الاول مرة. حاولت والله اقنعه كتير انه ما ينفعش وانك لسه صغيرة قوي وممكن ما تقبليش بحبي. حاولت ما شوفكيش بس لقيت نفسي بتحجج وبخلق اعذار عشان اروح مكتب عادل وشوفك. حاولت كتير مع قلبي بس كان حبك اتوغل فيه وبقيتي بتمشي بدمي. كانت جودي بتسمع له بصدمة، صدمة كبيرة انه كان بيحس بكل المشاعر دي ناحيتها وانه حبها من اول لحظة، لا وكمان ده عشقها. فهي شايفة العشق في عيونه وهتعشقه بدون تفكير وبدون خوف، ولقت نفسها وبتلقائية بتحضنه هي لأول مرة ما بين دراعها الصغير. فاتسعت عينيه واتصدم وزادت ضربات قلبه وهو متفاجئ بنفسه ما بين دراعها. فحس قاسم انه في بحر من النعيم، راحة كبيرة ما بين احضان الصغيرة دي، حنان ودفء كبير بيحمد ربنا انه ليه هو وبس، واقسم على انه هيجعلها ملكة مهما كلفه من تمن. واتكلم وقال ربنا يخليكي لي. فضمته اكتر داخل حضنها وهو مستمتع لحد الهلاك، ولكن قطع عليه وصلت نعيمه رن تليفونه فبعد عنها وهو مرغم كطفل صغير ليس كرجل أعمال في الثلاثين. فبصت له جودي بحب وقالت مكشر ليه زي البيبي كده؟ ده مين الرخمة اللي طلعتني من حضن حبيبتي؟ دي ريتا أكيد بتكلمني عشان أروح السنتر، اتأخرت قوي. أمر لله، يلا هوصلك بس بكرة هتقعدي معايا وقت أطول من كده. حاضر. وكمان عايزين نحتفل بخطوبتنا. أوكي. ومسك إيديها وخرج بيها من مكتبه وقصاد الشركة كلها ودقايق وكانوا قاعدين في العربية في المقعد الخلفي، واللي بيسوق العربية سائق في الخمسين من عمره. وبنروح لعند كافيتيريا شركة قاسم مهران. في وقت البريك قعدت مها مع محسن وهي شردة. فاتكلم محسن مها مها بتقول حاجة يا محسن؟ مالك يا بنتي سرحانة ومش طايقة نفسك ليه؟ يعني ما انت شايف اللي حصل يا محسن. قصدك على جودي؟ ايوه. بص يا مها، بغض النظر عن اي حاجة بس انا راجل واعرف نظرات الراجل اللي زيي كويس واقدر اقولك انه فعلا بيحبها. يا محسن هو انت يعني تايه عن قاسم مهران ونزواته؟ ما هو عشان مش تايه بقولك كده، قاسم مهران عمره ما جري ورا واحدة، كل مرة
كانت البنات هي اللي بتجري وراه، ولما كان بينزل خبر زي ده كان بيقلب الدنيا وبيكدبه فورا، لكن المرة دي لأ، ده زي ما يكون مصدق ومسك في الخبر بإيده وسنانه. مستر عادل قال لي نفس الكلام ده من شوية. وانتي وقفتي تتكلمي معاه ليه؟ ده لما كنت بتخنق أنا وقاسم مهران اتدخل وقال لي كده عشان يهديني شوية. فاتنفس محسن بمنتهى الغضب وبصت له مها بدهشة وقالت انت بتغير يا محسن؟ اكيد يعني، خصوصا وتصرفاته الاخيرة مش عجباني. ولا عجباني مها. هو قاسم مهران ليه ما خطبش جودي من والدها على حسب ما عرفت منك انه عايش؟ قاسم ده مش سهل ابدا، وزي ما قالي كده انه عارف كل حاجة عن جودي، فبالتالي عارف ان باباها ملوش اي علاقة بيها، وبمعنى اصح مش موجود. صعبان عليا قوي، حاجة وحشة انك تحس بيتم الاب وهو عايش. محسن اوعى تتكلم في الموضوع ده قدامها عشان حالتها بتبقى صعبة قوي لما بتفتكر. اوكي كملي اكلك يلا. حاضر. ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا، اتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لانه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. استودعكم الله، مع السلامة.